ممكن صدقوني، هذه اوضح من الاولى، هذه اوضح من الاولى. مش ممكن، مش ممكن. يا هاي يا رسول الله، يا حرام يا حرام، في حرام. يا هذا فار كسروه، يا هذا فار سكروه، يا هذا فار حرقوه، مش ممكن. هلو ايه، لا ضربة جزاء وانت مغمض، ضربة جزاء وانت مغمض، لكن لم تحتسب، لم تحتسب. طبعا اللقطة كانت واضحة تماما، وعملية الدفع من الخلف كانت واضحة تماما. و جرب ليو ميسي او ضربة جزاء، هذه هي اللقطة. ليس هنالك الا الاعمى الذي لا ينظر، لا ينتبه لهذه الكرة، ما باله لا يعلم. خطيرة ميسي، جول! الهدف الأول، 1-0. ماذا يقول الحكم؟ كرة ملغية، كرة هدف. دخلت لا، بوضوح هدف يلغب ويفضوح. مش ممكن هدف. كرة دخلت بمحيطها وبشمالها وبجنوبها ووسطها وشرقها وغربها. قالت جول. فضيحة تحكيمية يا سادة، فضيحة تحكيمية يا سادة. المساعد شاهد ما شافش حاجة. شوف الفيديو، شوف السينما، شوف المسرح. راجع أمورك، دبر أمورك، دبر راسك. المهم هذا هدف شرعي لبارسا والغير. 3 نقاط بسبب معناتها خطأ فادح، خطأ تحكيمي فادح. حتى المساعد بصراحة، المساعد زاد هو المشكلة الكبيرة، المساعد، لأنه هو يشاهد اللقطة هذه. قدمنا اليوم واضح التحكيم سيء في إسبانيا السنوات الأخيرة، وأخطاء كثيرة متكررة. مش معقول الفرق تصرف أموال طائلة على اللاعبين وتخسر من خطأ تحكيمي فادح معناتها. والله لو فيها شك نقوله، لكن هذه مثل فضيحة كروية، فضيحة.